Hello, welcome. Could you tell us your name and which degree you're on? My name is Ayaz. I am an IT student. Okay, and what are you going to perform for us today? I am to say a poetry in Arabic language. Arabic poetry? Mm. Okay, I'll leave it up to Mohammed then. I believe that you will never understand me in Arabic because so the commission decisions will be in the Muhammad. That's okay. I'll listen to your performance of the words. Okay. طبعا انا حبيت اشارك من باب حب الانضمام والمشاركه فقط لا اكثر يعني ومو مهم عندي المركز الاول او الثاني الاخير انا واثق من نفسي مع احترامي لراي اللجنه يعني ما عرفت شنو اختار اي نوع من قصائد راح ابتدي لكن نقول بسم الله يقول أبكيتني دمع اليتامى فرقاك وسقيتني مر القسى والظليمة يا ليتني صديت من قبل لهواك ما كان حالي مثل حال اليتيمة تركتني ما بين صدك وذكراك صدك عذاب وكل ذكرى أليمة يا ليت مالي قلب لحس ودراك يا ليت عيني من دموعي عقيمة يا ليت مالي قلب لحس ودراك يا ليت عيني من دموعي عقيمة قد جيتني بنفسك وأنا كنت مسعاك مسعاك طيب والنوايا سليمة طقيت باب الصدر والقلب حياك وهلت بكم عوج الضلوع الكريمة طقيت باب الصدر والقلب حياك وهلت بكم عوج الضلوع الكريمة وش غيرك بعد الغلا ذاك وش جاك وش غيرك وانت الهنوف الحليمة ما غير تخطي وانا مشي لك اخطاك وانسى بشوفك كل زلة قديمة حكي العواذ البلقفة عني اعماك وغير علينا هرجرة عن نميمة اشتاق لك بالحيل وهواك وفداك وإن كان شوقي بعد صدك هزيمة أمر دارك يمكن أحظى بلقياك وتفز روحي من هبايب نسيمة ويزيد بي الشوق مع طول فرقاك وأنا أحسب إن ينسى خفوقي نديمة صفقوا لي تعبت أمر المحرق يمكن أحظى بلقياك وتفز روحي من هبايب نسيمة ويزيد بي الشوق مع طول فرقاك وأنا أحسب إن ينسى خفوقي نديمة أضحك على نفسي إذا قلت بنساك وشلون ينسى الطفل أم من حميمة البعد يذبح خافق إن قد تمناك والوصل مرهم للجروح الأليمة تعال واصلني ترى بلمس يمناك يحيا بها كل الضلوع الرميمة سلامتكم أول شيء أنت كتبها القصيدة ولا؟ إيه صح لسانك صح منك الغاء ممتاز وايد حلو والزين والشيء المميز ان انت اعطيت كل بيت حقه فهمت علي؟ فاهم عليك من ناحيه القائك انت وتاثرك انت وانت تقول الابيات تناسق الابيات كان وايد حلو الشيء الثاني اذا هي يعني انا توقعتها قصيده مسموع يعني لا انا شاعر ولي امسيات شعريه قبل جامعه البحرين وعده جامعات ثانيه ما شاء الله ما شاء الله احب اهنيك بس اهنيك يعطيك العافيه